بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، يعني الحمار الذي يركب ويحمل عليه، وما له ناب يفترس به غير الضبع، الذي له ناب ويفترس يأكل غيره هذا أيضاً حرام، إلا الضبع فإنه يحل، كالأسد، الأشياء المفترسة كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوي وابن عرس والسنور أي البس والنمس والقرد والدب، هذه حيوانات لا تؤكل ولا تصاد. قال المعلق: والدب. قال في القاموس من كتب اللغة: والدب بالضم سبع معروف، وما له مخلب من الطير يصيد به، كذلك الطيور التي تصيد كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، هذه الحيوانات من الطير لا يجوز أكلها، وما يأكل الجيف الذي يأكل الميتات كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب، هذه أيضا لا يجوز أكلها. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله وما له مخلب من الطير إلى قوله والغراب الأسود الكبير، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: لا يحرم من الطير شيء، لعله لم يبلغه هذا الحديث. ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله. قوله: واللقلق. قال في المصباح من كتب اللغة: طائر أعجمي نحو الوزة، يعني مثل يقارب الوزة، طويل يأكل الحيات، فهذا يحرم أكله. قلت: وقول صاحب المصباح من كتب اللغة نحو الأوزة، هذا لعله في الخلقة، وإلا المعروف أنه أكبر منها، اللقلق أكبر من الوز، أكبر منه كثير. وقال في مختار الصحاح من كتب اللغة: طائر أعجمي طويل العنق يأكل الحيات. قوله: والعقعق. قال المعلق: طائر من الفصيلة الغرابية، ورتبة الجوائب وهو صحابي، وهو صحاب
له ذنب طويل ومنقار طويل، والعرب تتشاءم فيه، والتشاؤم شرك، لا يجوز التشاؤم. قال: والعقاق وزن وزان جعفر، يعني على وزن جعفر، طائر نحو الحمامة، طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به، والتشاؤم شرك، لا يجوز التطير. وقال: في حياة الحيوان اسم كتاب نحو ذلك، وزاد: وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة. هذا العقاق. قوله: والغراب، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، في حالة الإحرام أو في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. هذه أشياء تقتل ولا تؤكل. ووجه الدلالة منه أنه أباح قتله في الحرم، ولا يباح صيد مأكول في الحرم. قوله: الأبقع، الغراب، الأبقع، والغراب الأبقع، لما جاء في بعض روايات حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين رحمهم الله: والغراب الأبقع. وقال في مختار الصحاح من كتب اللغة: والغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد، الأبقع الذي فيه بياض وسواد. قوله: والغداف، قال الدميري رحمه الله، قال ابن فارس: الغداف هو الغراب الضخم، هو الغراب الضخم. وقال العبدري: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. وقال في القاموس: الغداف كغراب، غراب القيظ، والنسر الكثير الريش. قوله: والغراب الأسود الكبير. روى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى شعبة رحمه الله قال: سألت الحكم رحمه الله عن أكل الغراب، فقال: أما هذه السود الكبار فإني أكره أكلها، أما تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله. قال في القاموس: والزاغ غراب صغير يميل إلى البياض. قوله: وما يستخبث، كل حيوان يستخبثه الناس. قال في القاموس: قال: وما يستخبثه ذو اليسار، الذي يستخبثه الأغنياء، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث محرمة. قال في الإقناع وشرحه: وما استخبثه العرب ذو اليسار، أي الأغنياء، من أهل القرى والأمصار، من أهل الحجاز، لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم، ولا عبرة بأهل البوادي من الأعراب. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ولا أثر لاستخباث العرب، فما لم يحرمه الشرع فهو حل، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه رحمهم الله. قلت: ويشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما حكاه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه عليه السلام وأنزل كتابه
وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قوله: وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. قوله: كالقنفذ، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله: يباح أهله، يباح أكله، ورجحه كثير من العلماء كابن حزم في المحلى، وصاحب سبل السلام الصنعاني والشوكاني في نور الأوطار رحمهم الله. وعمدتهم في ذلك أن الحديث الوارد في تحريم القنفذ فيه مقال، أي في سنده ضعف. ولنا خبر عيسى ابن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث، أي القنفذ خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال الخطابي رحمه الله: ليس إسناده بذاك، يعني في سنده ضعف. وقال البيهقي رحمه الله: فيه ضعف. قوله: والنيص هو عظيم القنافذ، النيص هو العظيم من القنافذ، قدر السغلة، يعني قدر ولد الغنم، على ظهره شوك طويل، هذا النيص هو عظيم القنافذ، أي القنفذ الكبير، قدر السغلة، يعني قدر ولد الغنم، على ظهره شوك طويل نحو ذراع، والخلاف في القنفذ الكبير كالخلاف في القنفذ الصغير الذي تقدم ذكره، يعني مختلف فيه. قوله: والوطواط، هو بفتح الواو الخفاش، فلا يجوز أكله. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، الحيوان الذي تولد بين مأكول وغير مأكول كالبغل، لأن البغل من الحمار والفرس، فالحمار حرام والفرس حلال، لكن البغل منهما فيحرم أكل البغل الذي بين الحمار والفرس. روى ابن ماجه رحمه الله في سننه عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: فالبغال؟ قال: لا، والبغل أو البغلة هو المتولد من الخيل والحمر الأهلية. فائدة: قال جماعة من الأصحاب رحمهم الله: وما لم يكن ذكر، وما لم يكن ذكر في نص الشرع ولا في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، فإن كان بالمستطاب أشبه ألحقناه به، وإن كان بالمستخبث أشبه ألحقناه به. تكملة: الثعلب محرم على الصحيح من المذهب لأنه ذو ناب، قال أبو حنيفة رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله أنه مباح، ونقله في الإفصاح عن مالك والشافعي، وبه قال عطاء وقتادة وطاووس والليث، واختاره من أصحابنا الخراقي والشريف أبو جعفر
وابن عقيل رحمهم الله، واليربوع مباح، وهو قول أكثر العلماء، لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، الذي يصيد اليربوع جزاؤه أن يذبح جفرة في يعني جزاء، لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة إذا صاده المحرم، وحرمه أبو حنيفة. والوبر مباح، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، قال أبو حنيفة بتحريم. والضب مباح، وهو قول الجماهير من العلماء، وقال بتحريمه الثوري وأبو حنيفة، وأباحه بعض الحنفية مع الكراهة. وقد أكل الضب، وقد أكل الضب خالد بن الوليد رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام: لا آكله ولا أحرمه. متفق عليه. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته. فصل: وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الأشياء المحرمة، فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحش. قال المعلق: كالخيل، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله رحمهم الله. فالخيل حلال، وحرمها أبو حنيفة، وأباحها مالك مع الكراهة. على كل، الخيل أكله حلال. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فالخيل أكله حلال، وأما الحمير حرام، والبغل كذلك متولد بين الحمار وبين الخيل، فالبغل حرام. وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله، وترجم له البخاري باب لحوم الخيل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه. متفق عليه. وأخرجه أيضاً الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. ودليل أبي حنيفة رحمه الله حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه نهى عليه السلام عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ولكن صح أكل الخيل، أما البغال والحمير فنعم. أما ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله وهو حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ كالبخاري والإمام أحمد والنسائي والدارقطني والخطابي، أما أبو داود رحمه الله فقال هو منسوخ. قال: وبهيمة الأنعام، قال جل ذكره، الله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذا بالإجماع. قوله: والدجاج، وهذا بالإجماع لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. متفق عليه. قال: والوحش من الحمر، وبه قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله، بل أجمع العلماء على ذلك. يعني الحمار الوحشي حلال، أما الحمار الأهلي الذي يركب عليه
ويُحمل عليه حرام. لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا فردَّه إليه، فلما رأى ما في وجهه يعني من الحزن قال: إنا لم نردَّه عليك إلا إنا حُرمٌ، أي نحن محرمون ولذلك رددناه، فدلَّ على أن الحمار الوحشي حلال، متفق عليه، وأخرجه الخمسة إلا أبا داود رحمهم الله. فالحمار الوحشي حلال، أما الحمار الأهلي الذي يركب عليه ويحمل عليه فحرام. ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد الحمار الوحشي فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأكله وأكل منه، رواه السبعة رحمهم الله. والبقر والظباء والنعامة أي حلال، وهذا بالإجماع. لحديث عمير بن سلمة عن رجل من بهز قبيلة بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، وفيه قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالإهاية، اسم مكان، إذا نحن بظبي غزال حاقف، قال المعلق: أي صار في حقف أو ربض وحقوقف ظهره. وقال الأزهري: الظبي الحاقف يكون أيضا يكون رابضا في حقف من الرمل أو منطويا كالحقف. ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية، اسم مكان، إذا نحن بظبي حاقف، قال: وقال الأزهري: الظبي الحاقف يكون رابضا في حقف من الرمل. في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه، أي يمر الناس، رواه مالك وأحمد والنسائي، يعني حتى لا يأكله أحد لأنه صيد وهم محرمون. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام جعل في الظبي شاة إذا صاده المحرم، المحرم إذا صاد غزالا فجزاؤه أن يذبح شاة ولا يأكل منه. قوله: والنعامة، لقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية، ولأنها النعامة مستطابة وليست بذات مخلب ولا ناب. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الفاضلة ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أي لا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإن كرهه ترك. قال: والأرنب، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا، قال المعلق: أنفجها أثارها من مجثمها، أنفجنا أثرنا بمر الظهران وادي فاطم، فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا، وأدركتها، أنس يقول رضي الله عنه: وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله، فدل على أن الأرنب حلال، رواه الجماعة. ومر الظهران المعروف بوادي فاطمة شمالي مكة، وما روي عن بعض الأعراب أنه رأى بها دمًا أي حيضًا يعني الأرنب، ففي ثبوته نظر، ثم لو ثبت فماذا وقد أكلها صلى الله عليه وسلم
فالأرنب حلال بإجماع العلماء رحمهم الله. قوله: ويباح حيوان البحر كله. قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال البخاري رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: صيده مصطيدا وطعامه ما رمى به، ما رمى البحر به. وقال ابن عباس: طعامه ميتته، ميتة البحر حلال. قال: إلا الضفدع والتمساح والحية، فهذه الحيوانات لا تؤكل، لحديث عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى عليه السلام عن قتل الضفدع، لا يجوز قتل الضفدع ولا يؤكل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، ورمز له السيوطي بالحسن رحمهم الله. والتمساح، أي يحرم أكل التمساح، والحية يحرم أكلها. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له ما يسد رمق، يعني المضطر الذي يكاد أن يموت من الجوع. وبهذا القول قال الثلاثة رحمهم الله، بل أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا من محاسن ديننا وسماحته ويسره وسهولته، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: حل له ما يسد رمقه. قال في القاموس محركة: الرمق بقية الحياة، يعني إذا ظن أنه إذا أكل منه شيئاً يعيش، فيجوز للمضطر أن يأكل ما يسد به بقية حياته. وقال في المصباح: والرمق بفتحتين بقية الروح، ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق، أي ما يمسك به قوته ويحفظها. والمصنف رحمه الله هنا عبر بالجواز في قوله حل له، وعبر في الإقناع والمنتهى بالوجوب تتم. قال في الإقناع: وليس له الشبع، يعني يأكل منه لقيمات لكن لا يشبع. قال في الموفق: وقال الموفق وتبعه جماعة: إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع، وإن كانت مرجوة الزوال فلا، وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه، وجب بذله له مجانا. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد، يعني يتغطى به، أو استقاء ماء دلو ليخرج به الماء، وجب بذله له مجانا، أي يجب على صاحبه أن يبذله لمن يحتاجه بدون أجرة. قال: لأن الله تعالى توعد على منع ذلك بقوله: ويمنعون الماعون. الماعون الإناء، إذا احتاج أخوك الإناء ليطبخ فيه لا تمنعه، اعطه ثم يرده لك. ومن مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه ولا حائط عليه، ليس عليه جدار ولا ناظر، فله الأكل فيه منه مجانا. إذا مر ببستان وليس فيه حائط ولا ناظر فله أن يأكل مجانا، لا يجمع في ثوبه بل يأكل منه.
قوله فله الأكل منه مجانًا ولو من غير حاجة على الصحيح من المذهب خلافًا للأئمة الثلاثة، فعندهم لا يأكل إلا من حاجة ويلزمه الضمان أيضًا. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنةً، أي لا يجمع في طرف ثوبه بل يأكل في فمه، رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله، ورواه الإمام أحمد رحمه الله. ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط بستان فقال يأكل غير متخذ خبنة. قال في النهاية: الخبنة معطف الإزار أي طرف الإزار وطرف الثوب، يعني لا يجمع في ثوبه ولكن يأكل بفمه. وعن أبي زينب التميمي قال رحمه الله: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، يعني لا يأخذون في ثيابهم بل يأكلون، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزة رضي الله عنهم. وعن أحمد رحمه الله أنه لا يأكل إلا من حاجة ولا ضمان عليه. من غير حمل، أي لا يحمل معه شيء. فإذا لا يجوز الأكل على المذهب إلا بشروط أربعة، لحديث رافع بن عمرو رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم: أولاً، أن يكون المأكول في شجر، الثمر في شجر أو متساقط عنه، لا من مجموع مثلاً، لا بعدما يجمعه صاحب البستان لا يجوز الأخذ منه. الشرط الثاني: أن لا يكون عليه حائط، لا يكون على البستان حائط ولا ناظر، فإن كان فلا بد من الإذن. الثالث: أن لا يصعد الشجرة ولا يرميه. الرابع: أن لا يحمل منه شيئا. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به المار خلافا لهم، وعند الأئمة الثلاثة سنة، يعني الضيافة، وهنا قال واجب. دليلنا حديث أبي شريح رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه الجماعة إلا النسائي رحمهم الله، ولفظ البخاري رحمه الله: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أي للضيف أن يثوي عنده، أي يطيل المكث حتى يحرجه أي يوقعه في الضيق. وحديث المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده على شرط الصحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، أي لا يضيفون، فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والبخاري رحمهم الله. وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه
ولا حرج عليه. ورجح الشوكاني رحمه الله الوجوب من خمسة أوجه: قوله في القرى أي دون الأمصار إذا كان الضيف في القرية، وفي هذا القول نظر، بل الأولى أن يقال بوجوب الضيافة على أهل الأمصار كالقرى، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب عامة سواء في القرى أو في الأمصار. وعلى المذهب تجب الضيافة بثلاثة شروط: الأول أن يكون مسلماً، أي الضيف لم يكن مسلماً فلا تجب ولا كرامة إذا كان كافر. الثاني أن يكون مجتازاً أي مسافراً. الثالث وأن يكون في القرى دون الأمصار، لأنه يوجد فيها الطعام أي الأمصار يباع، ويوجد فيها أيضاً المطاعم والمقاهي والوتيلات. باب الزكاة، قوله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة، أي لا يجوز بغير ذبح، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: إلا ما زكيتم، أي ذبحتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، أي كل ما يسيل الدم، سواء كان حجر له حد أو أي شيء يسيل الدم إذا ذبح به يحل. ما أنهر الدم، أي ما سيل الدم من سكين أو حجر له سن له حد، ما أنهر الدم فكلوا، ليس السن والظفر، إلا السن لا يجوز الذبح بالعظم، والظفر لا يجوز الذبح بالظفر، وما عدا ذلك ما أسال الدم وذكر اسم الله فكل. رواه الجماعة رحمهم الله من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قوله: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. اتفق الأربعة رحمهم الله على السمك والجراد، إلا أن مالكاً رحمه الله يشترط أن يموت الجراد بسبب، وأبو حنيفة رحمه الله يشترط في السمك أن لا يكون طافياً، لا يكون على وجه الماء أي على ظهر الماء. دليل ذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. وترجم له البخاري رحمه الله: باب أكل الجراد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي والدارقطني رحمهم الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هو الطهور ماؤه، أي البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ميتة البحر حلال. رواه مالك وأصحاب السنن، وصححه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري في صحيحه رحمهم الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الطافي من السمك حلال، يعني الذي على وجه الماء. وقال ابن عباس: طعامه ميتته، رضي الله عنهما. وقال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به، أي ما رمى به البحر. وذكر البيهقي رحمه الله عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، أنهم قالوا: بحل الطافي من السمك، أي السمك الميت الذي يرمي به البحر. قوله: ويشترط للزكاة
أربعة شروط. يشترط للذي يذبح أربعة شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مراهقاً أي قريب البلوغ، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. قوله أو كتابياً وبه قال الثلاثة، دليل ذلك قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة رحمهم الله طعامهم ذبائحهم، وقد أكل عليه الصلاة والسلام من شاة المرأة اليهودية التي جعلت فيها السم، ولا فرق بين الحربي منهم والذمي، لما في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت يوم خيبر جراباً من شحم، يعني جراب من جلد فيه شحم، فالتزمته فقلت لا أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاً، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم أثر الضحك على وجهه، والشحم الذي في الجراب هو مما ذبحه اليهود، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أكله. فذبائح أهل الكتاب حلال، يعني الذين يدعون أنهم على كتابهم، وأما الملحدين الذين لا يؤمنون بالكتاب لا يجوز ذبائحهم، إنما الذين يزعمون أنهم يتبعون التوراة والإنجيل يجوز تحل ذبائحهم ويحل التزوج بنسائهم، وأما الملحدين فلا. قوله ولو مراهقاً أي قريب البلوغ، فتصح زكاة المميز لأن له قصداً صحيحاً أشبه البالغ. وقد أخرج البيهقي رحمه الله في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى الله، غير أن في سناده جابر الجعفي. قوله أو امرأة ولو كانت المرأة هي التي ذبحت، لحديث ابن كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع اسم جبل، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً أي تريد الموت، فكسرت حجراً فذبحتها به، كسرت حجراً له حد فذبحت الشاة، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي عليه السلام فأمره بأكلها. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ رحمهم الله. فدل على أن ذبيحة المرأة حلال إذا ذكرت اسم الله. قال أو أقلف، الأقلف هو الذي ما ختن أو أعمى، قال الأقلف أي لم يختن. ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد، هؤلاء لا تحل ذبائحهم، السكران لا تحل ذبيحته، ومجنون لا تحل ذبيحته، ووثني أي مشرك لا تحل ذبيحته، ومجوسي لأنه كافر لا تحل ذبيحته، ومرتد الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله لا تؤكل ذبيحته، لأنه لا نية لهم السكران والمجنون ولا قصد به. قال الثلاثة به قال الثلاثة رحمهم الله وجماهير العلماء رحمهم الله. وفي هذا الوقت معروف أن أكثر أهل الكتاب دهريون، يعني لا يؤمنون بالتوراة والإنجيل، فالأحوط ترك الأكل مما ذبحوه، لأنه لا يتحقق أن الذابح كتابي، ولا يتحقق أنه سمى الله. والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولم يتحقق بأن ما ذبحوه ذبح على الطريقة الشرعية.
قوله ووثني ومجوسي ومرتد. الوثني المشرك الذي يعبد الأصنام، وبه قال الثلاثة لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فخرج الوثني والمرتد والمجوسي، هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم، فمفهومه تحريم طعام الكفار من غيرهم. وذكر البيهقي رحمه الله النهي عن ذبائح المجوس عن علي رضوان الله عليه. الشرط الثاني من شروط الذكاء الآلة، عن الآلة التي تذبح بها الشاة، فتباح الذكاء بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر، لا يجوز الذبح بالعظم ولا بالظفر. الثالث، الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري، إذا أن يذبح يقطع الحلقوم والمري. قوله بكل محدد لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا ما أنهر الدم فكل، يعني كل ما يثير الدم سواء كان من حديد أو حجر له سد له سن محدد فيجوز الذبح به إلا العظم والظفر فلا يجوز الذبح بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والنسائي وابن حبان رحمهم الله من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قوله ولو مغصوبا، إذا كان السكين مغصوب يجوز الذبح، هذا أحد وجهين وهو المقدم في المذهب، والوجه الثاني لا تصح بالمغصوب إذا كانت السكين مغصوبة. قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. وجنين الدابة إذا ذبحت وخرج ميتا زكاته زكاة أمه، إذا كانت الشاة حامل وذبحت ومات الجنين في بطنها فالجنين حلال لأن زكاة أمه زكاة له. وجنين الدابة إذا ذبحت وخرج ميتا زكاته زكاة أمه، وبه قال مالك والشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله، إلا أن مالكا رحمه الله يشترط أن يكون نبت شعره، نبت شعر الجنين وتم خلقه. ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله ليس بحلال إلا إذا نبت شعره وتم خلقه. قوله قطع الحلقوم والمري، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وهو قول مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله اشترط قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين واحد من العرقين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيه الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين فإن قطع الودجين أي العرقين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم إسالة الدم من الذبيحة. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع،
تجرح هذا الحيوان في أي موضع، في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون الحيوان رأسه في الماء ونحوه، فلا يباح، لأنه لا يدرى أهل الماء مات بالماء أو بالجرح. وقال مالك رحمه الله: لا زكاة إلا في الحلق واللبة. ولنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم، يعني هرب، هرب بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، يعني رمى ذلك البعير الشارد، رماه بسهم فمات. فقال عليه السلام: إن لهذه البهائم أوابد، أي تشرد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، أي هرب، فافعلوا به هكذا، أي ارموه بسهم، سموا الله وارموه بسهم. رواه الجماعة رحمهم الله. وفي حديث أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك، يعني الحيوان الشارد. رواه الخمسة رحمهم الله. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال الترمذي رحمه الله: هذه في الضرورة، يعني عند الضرورة. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه، يعني أبا العشراء، وهو لا يعرف، يعني هل هو ثقة أم لا. وذكر البيهقي قال: وحمل هذا الحديث على ما لا يقدر على التذكيت، يعني إذا هرب الحيوان ترميه بالسهم، سم الله وترميه. وذكر البيهقي رحمه الله أن ناضحاً، يعني بعيراً، تردى بالمدينة، يعني سقط من مكان عالٍ، فذبح من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر بدرهمين، أي اشترى، والناضح هو البعير الذي يسقى عليه، وتردى أي في بئر أو حفرة عميقة سقط فيها. وأخرج البيهقي رحمه الله أيضا عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: إن بعيرا لي ندى، أي شرد، فطعنته برمح، فقال: اهد لي عجزه، يعني أنه حلال إذا كان شارد وأنت رميته بسهم، وحلال الشارد. وقال عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أبو داود والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الرابع، الشرط الرابع من شروط الزكاة، أن يقول عند الذبح: بسم الله، لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً، أما إذا تركها عمداً لا تحل الذبيحة. قال: فإن تركها سهواً، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: تباح وإن ترك التسمية عمداً، ولكن إذا ترك كلب التسمى عمداً لا تحل الذبيحة. ولنا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا، ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وتقدم مرارا. أما إذا ترك التسمية عمدا لا تؤكل الذبيحة. وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: المسلم يكفيه اسمه،
فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، ويكره أن يذبح بآلة كالة، يعني لا يكون السكين ليس حاد لأنه يعذب الحيوان، بل يكون السكين حاد لا يعذب الحيوان. لحديث الشداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، يعني في القصاص ونحوه، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته أي سكينه وليرح ذبيحته. دين الإسلام دين الرحمة. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بالكبش ليضحي به قال: يا عائشة هل أم المدية، أي هات السكين، ثم قال: اشحذيها، أي سنيها بحجر، ففعلت. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله. قال: وأن يحدها والحيوان يبصره، لا تحد السكين أمام الحيوان، بل حد السكين بعيد، لأن هذا يفزع الحيوان. الله أكبر، دين الإسلام دين الرحمة. يا عائشة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار أي السكين، وأن توارى عن البهائم أي تستر عن البهائم. الله أكبر. وحيث أن البهائم عندها شعور وإحساس أمر عليه السلام بما تقدم وما يأتي. الله أكبر. وأن يوجهه إلى غير القبلة، لا توجه الحيوان عند الذبح إلى غير القبلة، بل وجهه إلى القبلة. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا، يعني أفلا حديت السكين قبل ما تأتي بالشاة، أتريد أن تميتها مرتان موتتان، يعني عندما ترى السكين تفزع. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. دين الإسلام دين الرحمة. الله أكبر. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، لا تكسر عنق الشاة حتى تبرد، اذبحها حتى تتحرك وتسكن، لا تقطع منها شيء وهي تتحرك، لأن ذلك يعني تحس به لأنها ما بردت. ولا تسرخ جلدها حتى تبرد، لما رواه الدارقطني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء على جمل أورق، قال المعلق: في لونه بياض إلى سواد، الأورق بياض إلى سواد، يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة، ولا تعجل الأنفس أن تزهق.